وقفنا في منتصف الطريق عشان نصلي ونكمل. والله يا غازي ما معنا الا صلاتنا، والرجال اللي ما يصلي ولا ما يذوق التوفيق. خلنا نجتهد في ديننا عشان نقطع الصراط المستقيم. المشكله ما صليت يا اخي، حتى في النصايح تضحك. اسلم. المشكله ما صليت ثم قمت تعثر لين تحول على خشمك. هذه والله المشكله. الله يرحم. صل عشان ترتاح اصلا، ونفسيا لو ما عندك اللي تاكله ولو ما عندك اللي تاجده ترتاح كذا خلاص. والله انك صادق. اي اما اذا قمت تجمع من هنا ومن هنا، خلوها شوي عنها، ترى كمان عليك الهموم والمشاكل كبر الضلعان هذه. اي والله. ها يا ابو ناصر، وش سويتوا؟ المجنون هذا مع بطاقه وحاسب يا ولد. معك يوم انك كبر حرام بالله، ما نلقى الريال في جوبنا، ما هو بطاقه صرافه. ابوك معطيك البطاقه؟ دكتور سطام دلع صرافه، والله ما حد لقاها حرام بالله. طيب انا والله ما شفناها، وانا عمك انكتبنا لان الرجال هو كبير عطاه الصرافه. طيب انا بدخل احاسب. والله ما تدخل. طيب بشتري اغراضي قصدي. طيب خلاص انا دافع عنك يا قلبي، بشتري اغراض ثانيه. لا والله ما تدخل يا ابن الحلال.